نروح لموضوع آخر لمحافظة البحر الأحمر وتحديداً الغردقة اللي بتستضيف فعالية مهمة جداً بتجمع 40 فنانة تشكيلية من 12 دولة مختلفة. هدفهم هو تقديم رسالة سلام ومحبة تنقلها عشرات الأعمال الفنية المشاركة في المنتدى العالمي الثاني لفنون المرأة. تحت عنوان الحب والسلام والتنمية وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، انطلق منتدى المرأة العالمي للفنون بمشاركة 40 فنانة من 12 دولة في فاعلية تقام للمرة الثانية وتتحول خلالها مدينة الغردقة عروس البحر الأحمر لمتحف مفتوح للفنون. يضم المنتدى ورش عمل ومعرضاً للفنون وجولات سياحية بمشاركة أشهر الفنانات التشكيليات من مختلف أنحاء العالم. المنتدى يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفن والفنانين والفنون المختلفة باعتبارهم القوى الناعمة لمصر، كما يعمل على تنشيط السياحة ودعم الثقافة والفنون، خاصة أن مدينة الغردقة تمتلك مقومات تجعلها قادرة على استضافة الأحداث العالمية. وتقام فعاليات الدورة الثانية من المنتدى مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية واشتراطات السلامة الصحية. وتختتم الفعاليات بحفل ختام يوم 8 من مارس الحالي بمشاركة أشهر الفنانات التشكيليات.